طبعا الآن معنا من داخل المستشفى الأندونيسي رئيس قسم الطوارئ في داخل المستشفى، نسمع منه ما حصل أثناء تقدم قوات الاحتلال لمستشفى الأندونيسي ومحاولة دخولها للمبنى. كنا نعلم من أول الليل إنه هذه الليلة سيتم اقتحام المستشفى الأندونيسي بسبب كثافة القذائف، بسبب كثافة الطخ المباشر على المستشفى الأندونيسي، بسبب في بالأمس الساعة 2 ظهرا تم قصف الطابق الرابع بصاروخ زنانة، وتم قطع الطاقة الشمسية والكهرباء عن المستشفى. استمر هذا القذائف حول المستشفى والقصف بشكل مستمر ومتواصل حتى الساعة 2:30 ليلا. الساعة 2:30 صباحا كنا نسمع هدير جنازير الدبابات وكأنها تحاول الاقتحام. أنا أحد الحكماء الذي كان معي أهلي وأبنائي وأطفال. المستشفى كان به حوالي 200 جريح ومصاب، وما بين أطفال وبعض والقليل من النازحين. جميع المصابين كانوا أغلب المصابين حوالي 25 مصاب كان لديهم كسر في الحوض، بمعنى لا يتم نقلهم ولا يتم تحريكهم بشكل سهل. في الساعة 2:30 سمعنا صوت تفجير هذا المدخل، وأصبح الأمر يسير بشكل متسارع. قاموا بفتح هذا الباب، وقد كنا أغلقناه. دخلت طائرات الكواد كابتر داخل الممرات. كان الضابط الصهيوني يتحدث بالميكروفون ويوجهنا ويوجه ماذا نفعل. طائرة الكواد كابتر كانت تطلق الرصاص، أقاموا بإطلاق الرصاص على المرضى داخل المبنى وداخل فوق رؤوسنا. بعد أن قامت طائرات الكواد كابتر بتمشيط الطابق بالكامل، انسحبت هذه الطائرات وقاموا بالتمركز في هذا المكان خلف هذا الفتحات الزجاجية وبدأوا بالحديث معنا. في البداية قالوا الشباب يتقدمون بشكل مستقيم. هذا الأمر كان أن نكون في سطر مستقيم بعد أن قاموا إطلاق النار على شخص موجود وأعتقد أنه استشهد. بعد ذلك قامت النساء بتكميل هذا السير إلى خلفنا، وقاموا بمنادة أحد المرضى الموجودين وقاموا بأخذهم معهم بعد اعتقاله. كل من لبس الزي الأبيض أو الزي الأخضر أو الزي الأزرق الطبي تم اعتقاله. نحن بحمد الله وكرمه قمنا بتغيير ملابسنا وهم موجودين داخل المكان. لن أخبرك عن مقدار عدد الجنود الذي كانوا هنا في هذا المكان. استهدف الطاقم الطبي. الآن صاروا كنا نمر واحد تلو الآخر، يفتشون، يسألك في البداية، يأخذ بصمة الوجه، يسألك عن اسمك، بقول لك أنا بالنسبة إلي بفتشه بعدين برجع. أنا لما قلت له ممرض ولم أخبر أن أفصح له أكثر من ذلك، أخذني في تلك الزاوية وبدأ ينهاله بالضرب، وصار يسأل أسئلة عن يوم 27 أكتوبر، عن أسراه لدى المقاومة، عن المستشفى، عن البودروم، عن من موجود بالمستشفى، وكل سؤال بألم. أقسم بالله إني سمعت أصوات زملائي يعذبون في هذا المكان. طلقوا عليهم الكلاب، نهشت أجسادهم. أنا الوحيد اللي كنت يعني لابسة مريول، حكى لي تعالي. هذا ما حدث بعد ذلك تركونا وانسحبوا. ليلة كانت عصيبة، كنا نستطيع أن نغادر، لكن أقسم بالله من أمام منبر الجزيرة الإعلامي
أني لن أنا أقسمت أن لن أكون آخر المغادرين في هذا المستشفى. وأنا أيضا والله الحمد لله. وأنا أيقنت بهذا القسم. لم أترك أي واحد يتألم في الثلاثة أيام التي فاتت. طمدنا جراح، وزعنا طعام على المرضى، أعطينا مسكنات، لم نترك أحد يتألم. ولكن الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله أبدا وأبدا، الحمد لله.